أعزائي الطلاب، سأبدأ بالموضوع السادس والخاص بنظام معلومات الموارد البشرية. قبل تعريف نظام معلومات الموارد البشرية، من الجدير بالذكر أن أبدأ بتعريف نظام المعلومات الإدارية أولا. نظام المعلومات الإدارية هو أحد النظم الفرعية داخل المنظمة، ويقوم بتجميع البيانات من مصادرها الداخلية والخارجية بشكل مباشر، وتشغيلها أو تخزينها وفقا لقواعد وإجراءات معينة، إما تقليديا أو آليا حسب حجم المنظمة وكمية البيانات المتجمعة، بهدف توفير المعلومات في الوقت المناسب للمعاونة في اتخاذ القرارات. تضح من التعريف له خصائص مميزة. أول حاجة، القيام بتجميع البيانات من داخل المنظمة والبيئة المحيطة بها. 2. تشغيل البيانات وفقا لقواعد وإجراءات محللة أو تخزينها بقاعة البيانات لحين الحاجة إليها، مع الاهتمام بتحديث البيانات أولا بأول. 3. ضرورة تكامل نظام المعلومات، لأنه تكون مجموعة من النظم الفرعية يختص كل منها بتوفير نوعية معينة من المعلومات. 4. تلبية احتياجات متخذ القرارات في المستويات الإدارية العليا والوسطى والمباشرة أو الدنيا بالمعلومات المناسبة. 5. أن يكون عائد المعلومات ناتجة من نظام المعلومات أكبر أو مساوي لتكلفته. أهمية نظم المعلومات والحاجة إليه. أول حاجة، كبر حجم المنظمات. يتزايد حجم المنظمات مع الوقت نتيجة لازدياد حجم الأعمال بها والتوسعات التي تجريها، وهذا يعني زيادة عدد الإدارات والعاملين بها، وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط اليومية للطلب على البيانات والمعلومات سواء من الداخل المنظمة، من المستويات الإدارية العليا والوسطى والمباشرة أو الدنيا، أو من خارج المنظمة من المنظمات التي تربطها بها علاقات، وهذا أدى بدوره إلى ضرورة إنشاء نظام متكامل للمعلومات بالمنظمة. 2. الحاجة إلى توفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب وعند الحاجة إليها. فالمعلومات لابد أن تتوفر في وقت مناسب. 3. منع تكدس البيانات لدى الإدارة. يمكن تقسيم المعلومات حسب المستوى الإداري الذي يطلبها، فهناك معلومات تهم الإدارة العليا، ومعلومات تهم الإدارة الوسطى، ومعلومات أخرى تهم الإدارة الدنيا، وهذا يعني أن لكل مستوى إداري المعلومات التي تهمه، وحتى تتراكم كل المعلومات أمام أحد المديرين، وفي الحقيقة ليس في حاجة إليها جميعا، بل في حاجة لجزء صغير منها، وحتى لا يضيع الوقت والجهد والتكلفة في إعداد المعلومات لمتخذ القرار وليس في حاجة إليه، فلا بد من الارتكاز على نظم معلومات المتكامل. 4. منع تكرار جمع البيانات وتركيزها، وهذا يستدعي ضرورة إيجاد نوع من التنسيق لتلافي عملية تكرار جمع البيانات وتركيزها لتوفير نفس المعلومات المطلوبة لمتخذ القرار، الأمر الذي يؤدي ضرورة الاعتماد على نظم المعلومات حتى يتم تخفيض تكاليف تجهيز المعلومات. 5. استخدام نظم المعلومات في المنظمات المماثلة حتى تحقق مستويات الأداء والخدمة المناسبة، مثل التنافس بين شركات الطيران. نبدأ بتعريف نظام معلومات الموارد البشرية. هو هيكل مستمر ومتفاعل من الأفراد والمعدات والإجراءات لتجميع البيانات من البيئة الداخلية والخارجية عن الموارد البشرية وتخزينها وتحديثها بصفة مستمرة أو تشغيلها لتوفير المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب لمتخذ القرارات، سواء في مجال إدارة الموارد البشرية أو أي مجال آخر. من الجدير بالذكر أن نظام معلومات الموارد البشرية لا يعمل بشكل منعزل عن الأنظمة الوظيفية الفرعية الأخرى، ويعتبر مكملا لها ومتفاعلا معها. ويلاحظ من التعريف، أول حاجة، جمع البيانات وتسجيلها من الملفات والسجلات والنماذج إلى آخره عن الموارد البشرية. 2. مراجعة وتصنيف وتبويب وتشغيل البيانات. 3. الحصول على المعلومات بصورة سهلة ومفهومة حتى يمكن استخدامها عند اتخاذ القرارات. ويمكن إضافة للثلاث نقاط السابقة، وظيفة التحكم والرقابة على أداء النظام، وكذلك وظيفة التغذية المرتدة التي تعكس التغيرات والتعديلات المطلوبة وكيفية تعامل النظام معها مرة أخرى. وينبغي أن ندرك أن نظام معلومات الموارد البشرية
جزء من النظام الكلي. فهناك نظام معلومات خاص بالتمويل والإنتاج والمحاسبة والتسويق وإدارة المواد. يوضح الشكل التالي: الإطار العام لنظام معلومات للموارد البشرية. أولا، يتضمن القوانين، ظروف العمل في سوق العمل، توصيف وتقييم الوظائف، خطة الموارد البشرية، خطة وبرامج الاختيار والتعيين، تخطيط المسارات الوظيفية، الخطة التدريبية، الأجور والحوافز، الأمن الصناعي والرعاية الصحية، إنتاجية العنصر البشري، الغياب، دوران العمل، الخدمات الاجتماعية المقدمة للعاملين، الشكاوى والجزاءات، تقييم أداء العاملين والتأمينات الاجتماعية، كما يتضح من الشكل المعروض أمام حضراتكم. بالنسبة أوضح الشكل التالي: مكونات نظام معلومات الموارد البشرية. طبعا في بيئة محيطة، بيئة سياسية، قانونية، اقتصادية، اجتماعية، تكنولوجية، تعليمية، سكانية. يتكون نظام المعلومات الموارد البشرية من المدخلات، طبعا البيانات، وفي تشغيل في قاعدة البيانات، وفي مخرجات، وفي تغذية عكسية، كما يتضح من الشكل المعروض أمام حضرتك. مثلا بالنسبة للمدخلات، بيانات عن القوانين، هيتشغل هيطلع لي مخرجات معلومات عن ظروف العمل والقوانين، بيانات عن الهيكل التنظيمي، بيانات عن توصيف الوظائف، هتدي لي معلومات عن توصيف الوظائف. أنا بقول أمثلة. بيانات عن الاختيار والتعيين، هتديني معلومات عن الاختيار والتعيين. مثال تاني، بيانات عن تخطيط المسارات الوظيفية، المخرجات تكون معلومات عن تخطيط المسار الوظيفية، وهكذا. بيانات مثلا عن تقييم أداء العاملين، هتبقى معلومات عن تقييم أداء العاملين للمخرجات. بيانات عن التأمينات والمعاشات، هتبقى المخرجات لما بنشغل الحاجات اللي خاصة بالتأمينات والمعاشات هتطلع على شغالة بقاعة البيانات، هتطلع لي معلومات عن التأمينات والمعاشات، وهكذا. مقومات نظام معلومات الموارد البشرية. مقومات نظام نجاح نظام معلومات البشرية يتوقف على الأمور الرئيسية التالية: واحد، ضرورة إيمان الإدارة العليا بأهمية نظام معلومات الموارد البشرية والعمل على حل المشكلات التي قد تعترض تطبيق نظام المعلومات الموارد البشرية. 2، توفر كافة الإمكانيات البشرية مثل الخبرة الفنية والإدارية والإمكانيات المادية لتوفير الحاسبات الإلكترونية المناسبة للتعامل مع البيانات بالتشغيل والتحليل والتخزين والتجديد والقدرة على الاسترجاع وقت الحاجة لتوفير المعلومات عن الموارد البشرية. هم لا شك فيه أن هذه الإمكانيات تساعد نظام معلومات الموارد البشرية في القيام بأداء نشاطه وفي تحقيق أهدافه. 3، توافر البيانات الضرورية لنظام معلومات الموارد البشرية. والبيانات قد تكون في شكل أرقام أو جداول أو خرائط، والتي توجد في وثائق منشورة، وممكن أن تكون مسجلة على بطاقات مثقبة أو شريط ورقي أو شريط مغناطيسي أو أقراص مغناطيسية أو على الأسطوانة المغناطيسية، كما يمكن أن تكون هذه البيانات في شكل إجابات على استبيان معين. أما المعلومات فقد تكون في شكل مقالة أو تقرير وكل الأشياء الأخرى المماثلة التي تمكن من اتخاذ القرارات، وتشكل البيانات والمعلومات جوهر نظام معلومات الموارد البشرية. 4، ضرورة التعاون كافة الإدارات بالمنظمة مثل الإدارة المالية وإدارة الموارد وإدارة المواد وإدارة التسويق وإدارة الإنتاج إلى آخره مع إدارة الموارد البشرية لإمدادها بكافة البيانات التي تحتاجها، لأن البيانات تعتبر مدخلات لنظام معلومات الموارد البشرية. 5، توفر القدرة على إدارة نظام معلومات الموارد البشرية. فكثير من المنظمات لا تنقصها وجود حاسبات إلكترونية، ولكن ينقصها القدرة على إدارة نظام المعلومات. لذلك يجب توفير الأفراد المدربين على إدارة النظام، وأن يكون بالمنظمة نظام جيد للمعلومات. 6، يجب الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية الداخلية والخارجية العامة والخاصة لنظام معلومات الموارد البشرية، ومعرفة القيود المفروضة على النظام والناتجة من الظروف السياسية والقانونية والاقتصادية والتكنولوجية والسكانية والتعليمية والثقافية وسوق العمل إلى آخره، والتي تؤثر في عمل النظام. 7، توفير السرية التامة للبيانات والمعلومات موضع التعامل، بما يضمن عدم التزوير أو تداولها لغير المستفيدين منها. أهمية نظام معلومات الموارد البشرية. اهتمت معظم المنظمات بأهمية نظام معلومات الموارد البشرية لعدة أسباب، منها
واحد، أداء مختلف سياسات الموارد البشرية بكفاءة وفعالية عالية وفي الوقت المناسب وبتكلفة أقل. اثنين، الحاجة إلى معلومات فورية ودقيقة عن الموارد البشرية. ثلاثة، التنبؤ باحتياجات المنظمة للموارد البشرية لفترة طويلة قادمة، مما يمكنها من وضع خطتها الاستراتيجية للموارد البشرية على أساس سليم. فنظام معلومات الموارد البشرية يوفر معلومات عن الموارد البشرية اللازمة للعمل داخل المنظمة وأنواعها ودرجة تدريبها ومصادر الحصول عليه والمنظمات التعليمية والتدريبية التي يمكن أن تساعد المنظمة في توفير هذه التخصصات وفقا لاحتياجاتها. 4، تجنب الآثار السلبية لبعض القرارات الخاطئة التي تتخذها إدارة الموارد البشرية نتيجة نقص المعلومات عن الموارد البشرية. 5، زيادة رقابة الأجهزة الحكومية على نشاط إدارة الموارد البشرية. 6، تزويد متخذ القرارات بكافة المعلومات عن القوانين واللوائح الخاصة بالموارد البشرية. مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح لطلاب